هاتني ايدك، خذ الصينية اللي جوا وديها على الفرن. امرك. عجاج انت لا تروح على الفرن، خليها سير وعواضك. انت بتاخذ الصينية. شلون يا بي؟ مثل ما سمعت انت الثاني. ياسين هو بياخذ الصينية على الفرن وعجاج بضل تحت ايدك لحتى يتعلم كار الحلو. فهمت؟ امرك يا بي، امرك. الله يخلي لي اياك يا بي. ياسين خلاص انا بكمل، خذ صينيه من ايد اخوك على الفرن. يلا. مو شغلتي اخي، مو شغلتي، شغلك عجاج. هلا روح وبعدين بنحكي. مالي رايح. بدك روح. ياسين وانت من هون ورايح بتجيب الغداء من البيت. امرك يا بي، امرك. انت عجاج الله يرضى عليك، شو بيقول لك اخوك راشد بكل امرك؟ انا خدامك وخدامه يعني. شو ساوي؟ شوف لالا بدك تفتح محل معي، لا تخلي اسميك. رح فتحه 24 على 24. شو بقول لك بتساوي؟ شو بساوي؟ بتساوي مثلي. مشي. فوت قدامي لجوا، فوت. هذا يساوي القطر. عجاج لي اخي ساوي القطر. انت انا؟ ايه انت. شو ما بتعرف؟ بتعلم اخي، بتعلم. يعني ما بتعرف؟ لا والله يا اخي، ليش الكذب؟ ما بعرف. شوف اخي عجاج، هاي شغله بدها مخفضيح، والقطر ما بصير الا على عيار السكر والمي. وقديش عيار هاي اخي؟ ها ها، كل تنكه مي بتحط لها تنكتين سكر، وبس ليغلوا بترش لهم رشه حمض الليمون وبتطفي تحتهم. حفظتها؟ حفظتها اخي، حفظتها. تعال شوف هاي الطنجره فيها تنكه مي، قد ايه رح تسكر؟ تنكتين سكر. والله بري عليك. ساوي عجار، ساوي لشوف. شو هاد لك عجاج؟ قطر اخي، قطر. لك مو هيك مساوي القطر لك عجاج؟ ليش هيك طالع معك سمين؟ ما بعرف. لك انا ما قلت لك كل تنكت مي تنكتين سكر؟ شلون ما بتعرف؟ يمكن لاني نسيت حط حمض الليمون اخي، يمكن لاني نسيته. لك شو دخل حمض الليمون؟ قد ايه حطيت سكر يا فهيم؟ حطيت يعني شي 4 تنكات طابشين شوي. لك قديش طابشين يعني؟ قديه طابشين؟ والله ما بعرف، على البركه اخي، على البركه. لك يا قد هالبركه تبعك اخي، قديش هالبركه تبعك؟ والله لك اخي يعني كل ما حركهم لاقيهم مراق حط سكر زياده. لا حول ولا قوه الا بالله. لك ما قلت لك شغله بدها مخفتيح؟ بدها مخفتيح. خير خير، ليش صواتكم طالع لبرا؟ عجاج يا بي. شو بو عجاج؟ المعلم عجاج يا بي، المعلم عجاج روح شوال السكر على شويه قطر. شوف هالقطر يا بي، شوفه يا بي، يمكن فكره يساوي راحه. ايه وشو صار يعني؟ يلي ما بيغلط ما بيتعلم. بعدين حقلكم ليش ما انتبهتوا له؟ الله يخلي لي اياك يا بي. ساوي غيرهم يا بي، ساوي غيرهم. شو عامل بهدول يا بي؟ خلاص راشد بيتصرف. امرك. انا بصير اخذ الصينيه على الفرن يا عمو، اشويها وروح على البيت جيب الغداء. شو عليه يا عمو؟ شو عليه؟ عجاج اخوك واكبر منك. ايه يا عمو، بس ماله معلم مثلي، ماله معلم مثلي يا عمو. اصبر يا عمو اصبر. بكره رح تضل بالدكان انت واخوك شاكر. أنا دكاني يا مو؟ يلي عم تشتغلوا فيها يا مو، لأنه أبوكم بده يشتري دكانة أبو صبري بياع القماش ويحط فيها راشد وعجاج. إيوه، مشان هيك أبي قال لي إنه علم عجاج الصنعة. وما لقى غير عجاج يحطه معك؟ إيه كان يحط حدا من إخواتك من لحمك ودمك. مين قصدك يعني؟ شاكر؟ هلا مين جاب سيرة شاكر؟ خلي يحط معك أخوك ياسين وخلي عجاج مع شاكر. إيه وليش حتى ما يعطيك الدكانة إلك لحالك؟ لحالي. لك ايه لحالك؟
أولتها وآخرتها كل واحد بده يصير يشتغل لحاله. بقى أنت من هلا لازم تعرف شو تحكي لأبوك وما تقبل إلا بدكاني لحالك. شو قلت لك؟ بس هلا ما في مجال كل واحد ياخد دكاني لحاله. يعني شوفت عينك في مجال؟ لك إي أبوك معه مصاري وأنت بتضل تنقفق راسه بتضل تنقفق راسه لحتى يشتري دكاني ثالثة. سمعت؟ دكاني ثالثة؟ الدكان اللي أنتوا فيه هلا بتصير إلك، ودكانة أبو صبري لأخوك ياسين، والدكانة الجديدة لراشد وعجاج. تعرفي يا معجاج، أنا كل فكري إنه عجاج عم يتعلم الصنعة من حاله لحاله. مين تقبر قلبي؟ الله يخلي لي إياك ويديمك فوق راسي يا تاج راسي أنت. بس الحق علي، أنا كنت لازم علمه الصنعة ودعكوا فيها دعك. أنت بحياته ما بيكون الحق عليك، وبعدين ما صار شيء، بكرة بتعلمه إياها. والله يعطيك ليرضيك ويرزقك لتشتري لكل واحد دكانة. وبيت كمان. روح ربي يكشف عن بصيرتك، وربي من عالي سما يرزقك ويعطيك ويقلب التراب بين إيديك ذهب. حليانة يا معجاج. عيونك حلوة يا ابن عمي. زعلانة منك أمي ومقهورة كمان. اليوم نزعت الأطراف، بكرة بتنزع العجينة. شو صاير لك لك أمي؟ وين مشغول بالك؟ عجاج يا أم، إذا كنت بتحبني عن جد عن جد بتحط عقلك براسك لحتى تعرف خلاصك. معلومك أبوك ما رح يجوزك إلا إذا ختمت الكار. فهمت علي يا أم؟ فهمت يا أم، فهمت. عم بقلك إذا بتحبني ها. بحبك يا أم، والله بحبك. تقبرني. هاد الشر على قلبك. انت اللي شغلتي لي بالي. ايه بس معلش، كله كرمالك بيهون. ايه بيهون. شو صار معك عجاج؟ هي صار القطر جاهز اخي، جاهز. ورجيني لشوف. تفضل. ايه هيك ها؟ والله بري عليك. تمام لك عجاج تمام. ربي يخلي لي اياك يا اخي، يا معلمي يا تاج راسي. هيك بدي اياك انا. انا خدام شواربك اخي، من ايدك هي لايدك هي، روحي في ايدك. السلام عليكم يا ريم. عليكم السلام. شوف عجاج، هذا كارل بغجاتي كل شيء بيحكموه هي قصة العيار. يعني المدلوقة العيار، المبرومة العيار، الكول بشكور كمان له عيار، النابلسية العيار، الهريسة العيار، كل شيء له عيار. مثلا يعني والله مثلا عجينة المعمول، عجينة المعمول لكل كيلو طحين بنحط نص كيلو سمنة. قديش؟ نص كيلو سمنة. دخيل هاي، برافو عليك. بنحط نص كيلو سمنة. هي عجينة البيا بدك تتعامل معها بحنية كأنها ولد من البلد. شايفة؟ اي. يا بطيخ ارتيشوك يا الانجلار يا كريم يا رب. ارتيشوك يا الانجلار ارتيشوك. يا حشاش انت وين بدهم يخافون؟ معك انا معك اخي. وانت ولا ياسين شو واقف عم تعمل على الباب بدك؟ انا عم شو عم فوت لجوا. حاضر. ولا لك روح جيب القدم من البيت. انا بروح بجيبه. لك اقعد انت اقعد. ابوك قال ياسين بجيبه، يعني ياسين بجيبه. يلا ياسين. حاضر اخي، بعد اذنك. فوت لجوا، فوت قدام. عجاج هات كرسي لهون. امرك يا ابي امرك. ياسين ساوي الشاي. حاضر يا ابي على راسي. تفضل يا ابي. رجع شاكر من السوق؟ لا والله يا ابي لسه. تاخر ما ايه؟ ايه والله تاخر. غايب عذره معه، الله يسوقه. امين يا رب. استعجل لي بالشاي يرضى عليك، فهمه لياسين. امرك يا ابي امرك. ياسين استعجل لي بالشاي حبيبي يلا. اللي تقله. وتقله.